انهيار على مستوى الطريق الدائري الحضري بالرباط نتيجة كسر بقناة لتجميع المياه العادمة. الاثنين المنصرم عجل بالتدخل الفوري لمعرفة مسببات الحادث ومعالجته. نتواجد الآن في مدار ما بين الرباط والدار البيضاء، حيث أن يوم الاثنين لاحظنا واحد الحفرة في وسط الطريق ديال هاد لاروكاد، ومن بعدها رضا الجندات كاع لي مويا ايما ماتيريال باش نعرفوا شنو هو المشكل. دونك الان حنا كان في اطار كان نسيكوريزيو هاد لا زون هادي، عاد نبداو الحفر باش نشوفوا شنو هو المشكل اللي تسبب في هاد الانجراف هذا اللي وقع نهار الاثنين. دونك من نهار الاثنين وحنا رضا مع الجهات المسؤوله ومع لي سو تريتون ديالها واقفين هنايا باش نحلوا هذا المشكل. هذا المجمع يبلغ قطره 1.80 مترا وعلى عمق 5 امتار، وتم تشغيله في عام 1996. يعتبر من النقاط المروريه المهمه في الرباط. كما كتلاحظوا الان جميع الفرق فهي معباه ومجنده 24 ساعه على 24 ساعه لاصلاح هذا العطب وإعادة الوضع كما كان عليه سابقا. من جانب آخر، تم وضع خطة مرورية خاصة بالتعاون مع السلطات للحفاظ على سلامة السكان ومستخدمي الطريق وفرق التدخل في الموقع.